بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى بشرح متشابهات كل سورة من سور القرآن مع نفسها، وهذا من مصحف التبيان المفصل في متشابهات القرآن للدكتور ياسر بيومي حفظه الله. متشابهات سورة البقرة مع نفسها، قوله تبارك وتعالى في الآية 7 من البقرة: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الموضع الثاني في البقرة آية رقم 10: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هنا يحدث إشكال عند القارئ الكريم عند القراءة، حيث هذه الآية ختمت بقوله جل وعلا: ولهم عذاب عظيم، أما الموضع الثاني: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. كيف نفرق بين الآيتين؟ الموضع الأول جاء فيه على حرف العين، نربط العين من كلمة على مع العين من كلمة عظيم، فيصير الأمر سهل ويسير إن شاء الله تبارك وتعالى. ومدام عرفنا أن هذه الآية الموضع الأول نربط العين من كلمة علم عظيم، يبقى أكيد الموضع الثاني هو يعني غير ذلك، لا يوجد فيه أي عظيم، وما كان ذا ضد فإني بضده. قوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أول البقرة الآية رقم 8. الموضع الثاني قوله جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. نلاحظ هنا أن الموضع الأول فيه آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، أما الموضع الثاني فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. وممكن نضع إن شاء الله في هاتف الهامش المصحف، نكتب آمنا ربنا، آمنا ربنا، بمعنى إن آمنا تذكرك بالموضع الأول، ومن الناس من يقول آمنا، ربنا تذكرك بأن الموضع الثاني فمن الناس من يقول ربنا. ونلاحظ كذلك أما هنا في حرف فاء فمن، أما هنا ومن. قوله تبارك وتعالى في الآية رقم 12: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الموضع الأول في البقرة. الموضع الثاني قوله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. كيف نضبط هاتين الآيتين؟ نلاحظ أن الآية الأولى ختمت ولكن لا يشعرون، أما الآية الثانية ختمت ولكن لا يعلمون. وهذا الموضع بفضل الله تبارك وتعالى تستطيع أن تضع له ثلاث ضوابط. ضابط من الموضع الثاني في كلمة آمنوا، كلمة آمنوا فيها حرف الميم، وختمت الآية ولكن لا يعلمون، كلمة يعلمون فيها حرف الميم، فتربط الميم من كلمة يعلمون مع الميم من كلمة آمنوا، فيصير الأمر سهل ويسير إن شاء الله تبارك وتعالى على من يسره الله عليه. ومدام أنت علمت أن هذا الموضع الذي فيه آمنوا ختم بيعلمون، يبقى أكيد الموضع الآخر ختم بلا ولكن إيه لا يشعرون، وما كان ذا ضد فإني بضده. هذا ضابط. ضابط آخر أنك تأتي بالحرف هذا، كلمة الحرف الياء من هنا، حرف الهاء، ولكن لا يشعرون، هنا كلمة يشعرون وهنا كلمة يعلمون، فتتذكر أن هنا بعد الياء حرف الشين وهنا بعد الياء في كلمة يعلمون حرف العين، فتأتي بالشين مع العين وتكون منها كلمة تقول شع شع، يعني الشين والعين شع، وهذه كلمة إنشائية ممكن أن تضبط بها الحفظ. فائد رقم 3، فائد يعني معنوي، وهو أن الشعور هو ما يحس به الجسد دون حاجة إلى فكر وتدبر، وهذا يشترك فيه العاقل وغير العاقل، والنفاق يؤدي إلى الفساد مما يحس به ويشعر به. فختمت الآية الأولى بقوله جل وعلا لا يشعرون، ضربت معنوية.
أما العلم فلا يكون إلا عن فكر وتدبر، وهم وصفوا المؤمنين بالسفه وهو الجهل، فنفى الله عن المؤمنين هذا، وصف به المنافقين، وختمت الآية الثانية بقوله جل وعلا: ولكن لا يعلمون، وهذا من دقائق القرآن، فتأمل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا تدبر القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن. قوله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. أول البقرة. الموضع الثاني: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. كيف نفرق بين الآيتين؟ وهاتين الآيتين أظن والله أعلم أن ممكن نفهمها من خلال سياق الآية. ففي الآية الأولى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، فالخطاب هنا فيه ذكر الناس، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يعني السفهاء من الناس يقصدون الإيه؟ المؤمنين، والمتكلم هنا هم المنافقون والعياذ بالله. أما في الآية الثانية فالحديث فيها: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، بما أنزل الله تبارك وتعالى من الكتب السماوية القرآن أو ما هو قبل القرآن، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، يعني يؤمنون بالكتب التي أنزلت يعني قبل القرآن وكذبوا في ذلك. قوله تبارك وتعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم. يبقى نربط الواو من كلمة خلوا مع الواو من كلمة أول. أما في الموضع الثاني: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم، فهنا خلا نربط الألف مع الألف من كلمة ثاني، فهنا خلوا وهنا خلا، هنا نربط الواو مع كلمة أول حرف الواو، وهنا نربط الألف من كلمة خلا مع الألف من كلمة ثاني. قوله تبارك وتعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. الموضع الثاني في البقرة: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. الموضع الثالث في البقرة: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. والثلاث مواضع دول بفضل الله تبارك وتعالى يعني يضبطوا بطريقة سهلة جدا. أول طريقة ممكن يكون بطريقة قواعد المتشابهات، بمعنى مخالفة الوسط للطرفين. نجد هنا الآية الأولى: اشتروا الضلالة بالهدى. الثانية: اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. الثالثة: اشتروا الضلالة بالهدى. فهذا وقاعدة أخرى ممكن نقول قاعدة الآية الوحيدة، فالآية الوحيدة هي المخالفة، الآية التي في الوسط في آية رقم 86: اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، والآيتين التانيين: اشتروا الضلالة بالهدى. ففي قاعدة الآية الوحيدة، وممكن قاعدة مخالفة الوسط للطرفين، مخالفة الوسط للطرفين يعني الآية اللي جت في النص مخالفة للآية الأولى ومخالفة للآية الثالثة. وهنا يعني رابط آخر أو ضابط آخر معنوي، بمعنى أن الآية الثانية الوحيدة اشتروا الحياة وباقي المواضع اشتروا الضلالة. اشتروا الحياة الدنيا المشار إليهم اليهود الذين نقضوا العهد واختاروا الدنيا على الآخرة، فالآخرة عندهم مزهود فيها مبيع والدنيا مرغوب فيها مشترى. يعني الحديث في اشتروا الحياة، الحديث هنا عن مين؟ عن اليهود. أما في اشتروا الضلالة المشار إليهم المنافقون الذين يكتمون العلم كما في سياق الآيات، فقد اختاروا العماية وهي مسار عليهم من النفاق وكتمان العلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا فهم القرآن والعمل بالقرآن. اللهم أمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.